السلام عليكم، معكم كابتن وليد. اليوم موضوعنا على الماي. الماي مهم أثناء شهر رمضان المبارك، بس لا تبالغ في شرب الماي خاصة فترة السحور. في ناس في بالها أن إذا شربت كمية كبيرة من الماي ممكن ما يحسون بالعطش أثناء اليوم كامل، وهذا شيء غلط. إذا شربت كمية ماي كبيرة جسمك راح يطردها ويطرد مجموعة من الماي من جسمك، لأن الاستهلاك بشكل كبير مضر أيضا حتى لو كان الماي. ثاني شيء، حاول ما تشرب أي شيء فيه كافيين أثناء السحور، وأيضا أثناء يومك ما تشرب كميات كبيرة من الكافيين مثل القهوة وأيضا الشاي الأخضر، لأن الكافيين بشكل عام مضر للبول، معناتها أنه راح تفقد السوائل من جسمك. احتدل حتى في الماي.